وصلت انها من اول الدول اللي التحرش فيها زايد جدا. ولما بنقول كلمه تحرش ان شاء يعني الحمد لله بنقول بكل فخر مصر، مصر بقت ايكوال انه فيها متحرشين كتير والبنات الرجاله بتضايق البنات في الشارع. ففي بنات قالت طب ماشي، يعني احنا مفيش قانون هيحمينا، يعني مفيش حد هيجي ياخد لنا حقنا. زمان كان المدارس، قدام المدارس لما بيلاقوا حد بيعاكس البنات كانوا بيحلقوا له شعره قرعه عشان يتعرف هو ماشي في الشارع ان ده بيعاكس البنات، فالناس تعرفوا انه ده بني ادم مش كويس. لكن دلوقتي مفيش اي عقاب للمتحرش. ففي بنات طلعوا عملوا حمله اسمها امسكي شاكوشك واحمي كرامتك، او حمله امسكي شاكوشك واحمي كرامتك. مظبوط. احنا هنتكلم النهارده عن الموضوع ده، هل في بنت ممكن تقدر انها تشيل سلاح وتمشي بيه تعور اي حد او تخبط اي حد او تهدد اي حد ممكن يجي ان هو يمس كرامتها او يعدي حدوده معاها، يعدي خط الحدود الاحترام اللي بينها وبين اي حد تاني؟ ده اللي هنعرفه النهارده اكيد من ضيفتي اللي برحب بيها الاستاذه رانيا رفعت، صاحبه فكره امسكي شاكوشك واحمي كرامتك. شاكوش على طول ها. واكيد كمان برحب بضيفتي اللي منوراني كمان في الاستوديو شيرين مكي، وهي جايه تحكي لنا عن تجربه بتمر بيها، وانا شايفه ان هي جريئه جدا وبشكرها على جرأتها دي. مش اي حد يعرف يعمل كده، احنا اي حد بيتعرض لموقف زي ده في الشارع بيسكت، بتشيل في نفسها، ما بتحكيش لحد، بتخاف. لكن ان احنا خلاص وصلنا لمرحله دلوقتي من الوعي ومن الجرأه ان انا اطلع اقول انا تعرضت لكذا كذا كذا، ويا جماعه على فكره ده ضايقني جدا ومس كرامتي وانا متضايقه، فاحنا عايزين نشوف حل. فهي جايه تحكي لنا عن التجربه بتاعتها النهارده. انا بشكركم جدا ان انتم نورتوني النهارده في الاستوديو، اهلا بيكم. هبتدي الاول برانيا. يعني رانيا، يعني انا اول ما قالوا لي هي جايه ماسكه شاكوش انا قلت بقى انا هشوف واحده واحده كده ايه ضخمه وطويله وعريضه ويعني هتخوف الناس في الشارع، بس لقيتك ان انت لا بنوته عاديه يعني. فازاي بتمشي في شاكوش في الشارع؟ لقينا شاكوش كده بمشي شاكوش عادي بيتباع في اي حته رخيص. بجد كام؟ من 7 ل 10 جنيه في مدنه ولا ايدي. لا بمشي بيه عادي كانك ماسكه موبايل. يعني انت بتبقي حاطاه في الشنطه ولا ماسكاه وانت ماشيه كده؟ يعني بصي انا ممكن احطه كده، يعني ممكن ابتدي احطه كده خلاص يبقى باين بالشكل ده. تمام. وممكن امسكه في ايدي على حسب الشارع، يعني كميه الذكور قد ايه في الشارع بمسكه وبشوف اتجاه او القلق اللي انت حاسه بيه. هل انت حاسه دلوقتي ان انت قلقانه ان في حد فبتقومي مطلعاه؟ يعني لا، انا دايما حاسه اني قلقانه، يعني انا مش في امان. انت عندك عربيه؟ إيه عندي عربيه بس مش دايما بركبها. بتمشي في الشارع كتير؟ بمشي لانه في معظم البنات بيروحوا شغلهم بالمواصلات ما عندهمش عربيه فبيتعرضوا، يعني من حقي بيتعرضوا لتحرش كتير. ده مظبوط. وبركب بالمترو في، يعني انا بنزل في وسط البلد انا مش هركب عربيه فببقى ماشيه بيه. وبعدين لو هم جايين قدامي يعني الطاقه نفسها انا مش بستفزهم، يعني مش قصدي استفزهم، انا بس بقول اللي هيقرب هيبقى في رد فعل، يعني انا مش يعني بني ادمه اوكي. فبقى كده لو قدامي ببقى ماسكه كده عشان يشوفوه بس، ومش ببص لهم، مفيش اي كونتاكت بيني وبينهم، مفيش تواصل بالعين ولا ليا دعوه بيهم، بس عيني على رجلهم اتجاهها ايه. تمام. لو هم في اليمين بمشي باليمين، لو هم حسيت ان هم يعني شايفين نفسهم شويه فالحركه بتزيد شويه، اللي هو يعني انت ستفقد شيئا عزيزا يا ولدي. لو هو في الشمال هكذا، لو عربيه مثلا، في عربيه. طب مش كده ممكن تتسالي قانونا، يعني قانونيا؟ لا لا، مستقلة لو ضربتي حد او عورتي حد زي مبدئيا الشاكوش 7 8 مثلا، لو كانت ابره التنجيد وكانت بتعورهم كان في مساءله قانونيه؟ لا، الدفاع عن النفس ما فيهوش مسألة قانونية، ما دام أنا بستخدم سلاح ده ما يعتبرش مجرم قانونا. في على سبيل الحصر المجرم قانونا المطاوي وحاجات زي كده دي مجرمة، لكن الشاكوش بيتباع في كل حتة مش مجرم، بتستخدميه في البيت، يعني أنا بمشي بيه والشرطة واقفة. يعني بمشي بيه عادي، يعني ما حدش سألك وأنت ماشية في الشارع قبل كده أنت ليه ماشية شايلة شاكوش؟ في المترو بعربية السيدات، لو أنت ماسكاه ليه؟ بقول لهم عشان متحرشين. فايه بقى بيبقى رد فعلهم؟ بيحصل بقى نقاش مجتمعي داخل داخل العربيه. المصريين يحبوا اللمه. جدا، تلاقيهم كلهم بقى اسره واحده. وابتدوا يتكلموا، طب وبعدين، طب وما تخافيش، طب لو خدوا منك، طب ما هو هياخدوا منك. طب على فكره ده ممكن يحصل فعلا، لان في ناس بتبقى برضو جريئه، في ولاد اللي هو بقى لو جه مثلا عكسك
قمت انت مثلا مهوشاه بالشاكوش ام بقى هو يعني استفزتيه اكتر فيبتدي ان هو يضايقك. ما انا مش بستفزه، ما هي في طريقه يعني نفسيه، يعني ما كنتيش تقدري تمسكي حاجه يعني انت متدربه عليها يا ما تبقيش قدها. طب انت متدربه عليه؟ اه متدربه عليه، وانا بلعب ايكيدو وسيلف ديفنس وكده. بس انا يعني بصي اسوأ شيء في الحياه ان انسان يضرب انسان طبعا، ده يعني شيء مهين جدا وانا مش نازله اضرب الرجاله، يعني دول اخواتنا انا مش نازله اضربهم، لكن انا نازله ادافع عن كرامتي وشرفي. ما انا كمان مش مضطره ان انا اسكت وهو بينتهكني وسط صمت مجتمعي عظيم جدا. يعني المجتمع اخرس، فانا مش مضطره ان يعني انا من الحرائر مش من الجواري يعني، فانا ليه اسكت؟ طيب شيرين، انت عندك قصه عايزه تحكيها وفي تجارب مريتي بيها، ايه اللي حصل معاكي؟ لا تجارب مش ايه بقى؟ يعني الفتره اللي احنا فيها كان عشان بيقولوا التسيب الامني ومفيش امن والتحرش زايد عشان كده، دي مش حقيقه الحقيقه، يعني لان انا الجيل بتاعي من وانا صغيره بتعرض للتحرش يعني، ودي حاجات سابت في جوايا انطباعات وخبرات سيئه عن الجنس الاخر. يعني من ضمن الحاجات وانا صغيره في سن اللي هو من ما بين 8 و 9، لو ماما قالت لك مثلا انزلي اشتري حاجه بتعلمك تعتمدي على نفسك، انزلي اشتري حاجه من السوبر ماركت، فبتنزلي بتاخدي الحاجه الفلوس وعارفه هتخشي تشتري حاجه، تفاجئي مثلا وانت واقفه ان في حد، نقول راجل كبير مش صغير، مش هقول لك مثلا شاب، ومش هقول لك ان هو فقير او عامل، لا راجل ببدله. دي الواقعه دي انا فاكراها كويس جدا، انا بحاسب وهو بي بي بيزنق فيا وبيبتدي يلمس اجزاء جسمي الخلفيه. يا نهار ابيض. فطبعا بتبقي انت واقفه كبنوته صغيره مش فاهمه ايه اللي بيحصل وراكي، بس كل اللي كنت فاكراه ان انا بدات اوصله كده، اللي هو عايزه اقول له يا عمو انت بتعمل ايه، مش فاهمه عملتي ايه بقى. لا فضلت ثابته، حسبت وخايفه وبدات اترعش، ما انا مش فاهمه، وهو واقف مستمر. عارفه ما حدش شايف؟ لا ما هو ممكن يكونوا مثلا معتقدين ان هو معاك، ابويا مثلا واقف لانه راجل كبير، وفي نفس الوقت انا ما اديتش اي اكشنات لانها حاجه لاول مره بتعرض لها. يعني ما دي برضو حاجه مهمه قوي الامهات توعي بناتهم ان لو حد التصق بيكي اتحركي بعيدي عنه. ايوه طبعا. اضربي يعني كمان اللي عندهم 8 و9 سنين هيشيلوا شاكوش؟ لا مش هتشيل شاكوش، بس تتحرك، تقول له عمه مثلا بيعمل حاجه غلط، تتكلم. دي من ضمن الحاجات المهمه قوي ان الام تعملها لبنتها ولابنها كمان، لان اكيد الولاد. قلتي بعد كده لحد؟ لا ما قلتش لاني ما فهمتش، فهمت بعدين. ما هي ثقافه الصمت، ازاي انها عشان هي انثى فمش المفروض انها تتكلم والا عيب. هي مش فاهمه، هي طفله. ايوه انا معاك، ما هي من صغرها ما فيش توعيه ان حبيبتي ده جسمك ما حدش يلمسه وما حدش، ولو حد عمل كذا تعملي كذا. لا هو اسكتي ما تنطقيش، هتتفضحي، هتتعملي، هتتسوي، وانوثتك وصوتك عالي تبقي مش عارف ايه. يعني كم الممارسات القمعيه على الطفله من صغرها بتطلعها في الاخر انسانه جبانه. دي حقيقة. بس الجزء بتاع ما حدش يمسكك وما حدش يجي جنبك ده بين الشباب وبعض، لكن لما توصل لراجل كبير، هي ما قالتليش الراجل الكبير، هي قالت لي اللي قدي. ايوه. فالراجل الكبير ده بالنسبة لي جده، بالنسبة لي بابا، بالنسبة لي عمه. يعني حتى لو انا هعدي هقول له عن اذنك يا عمو، مش هقول له طبعا صدمة. طب ده كان ده كان زمان، اثر عليكي في ايه بقى اما كبرتي؟ لما التعامل بقى، انك تتعاملي مع الجنس الاخر وانت خايفة منه، دايما حاسه انه هيتحرج بيكي، انه هيلمسك، انه عايز ياخد منك حاجه، فدايما بتبقي خايفه. خايفه تتعاملي معاه، خايفه تقربي منه، مش ما بتبقيش جريئه لان انت عندك خبرات وانت صغيره سلبيه كلها، فخايفه من الجنس ده. الى جانب الخبرات اللي هي قريتها بقى دلوقتي، لما بتكبري شويه توصلي لمرحله المراهقه، ما حدش يجي جنبك، ما حد. طب ليه؟ يعني ليه؟ ما هي بقى هنا النقطه، هي بقى في الحرج. تبص تلاقي الام بقى هو كده وخلاص. طب ما حدش طب لا هي لازم تكون صريحه اكتر، لازم لان المجتمع اللي احنا وكمان عايشين فيه دلوقتي بيفرض علينا ان احنا نكون اكتر وضوحا. ما انت بتعرفي بقى المعلومات دي من بره، من صحابك البنات او من الانترنت، فممكن توصل لك المعلومه غلط. بالظبط، لان مفيش توعيه. نتكلم بقى واحنا كبار. المجتمع اللي احنا عايشين فيه بقى، كنت اسمع ايه؟ اصل ده فقير فمش عارف يتجوز فبيتحرش. لا
انا عايز اقول لك انا كل الطبقات اللي بتحرش بيا كلها الطبقه الغنيه مش الفقيره، يعني الفقيره انا خدت عليهم خلاص، العمال والناس بيبص ويقول كلام ويقول كلام ويصفر ويعمل حاجات كده للفت الانتباه. اتعرضت مره جوه مكان سكني ان واحد كان عايز يمسكني وانا كبيره عامل، يعني ده برضو نوع اللي كنت بتتكلمي فيه من شويه، ده نوع من انواع التحرش اللفظي، لما حد يقول لك كلمه خارجه بالزبط. ده برضو تحرش لكن نوع من انواع التحرش اللي هو بالكلام اللفظي او عايز يمسكك، يعني هو يعني انت احنا وصلنا لمرحله انه عايز يمسكك. فطبعا انا كل اللي ساعتها يعني عشان في منطقه سكني فبتعلي صوتك وبتبتدي تغجري وبتبتدي تقلي قلبك عليه، تفاجئي ان هو لما بقى يمسكوه علشان يضربوه علشان مسكك، تفاجئ ان هو يقول ايه، دي هي اللي بصت لي، دي طبعا هي اللي عكستني، والله ما عملتش حاجه، لا ده بيخليكي انت كمان المتحرشه. يعني انت اللي شجعتيه. ده دي في الطبقه، ده جديد بقى، لا ده دي في الطبقه بتاعت العمال. طب لو اقول لك بقى ان ده بيحصل في الطبقه بتاعتنا احنا المثقفين، يعني بتبقي مثلا في مكان انت والزوج وقصادك مثلا صديق الزوج ومعاه مراته وتبصي تلاقي صديق الزوج بيتحرش بيكي، يا برجله يا بايده يا بعينيه، يا هو بيسلم عليكي يروح ضاغط عليكي، وفي الشغل كمان بالذات بس ما توصلش ان صديق الزوج. فلما انت تروحي تتكلمي مع الزوج يقول لك لا ده صاحبي، ما تقوليش كده انت فاهمه غلط، ولما هيفتكر انت واخده مقلب في نفسك بالظبط، انت عايشه انت هتعيشي بالظبط، او انت تفكيرك مش كويس فانت فاكره كل الناس وحشين. ايوه. ولو الامور اتطورت وتمسكتي برايك تبصي تلاقي الشخص بقى التاني الراجل البجح يقول له ايه، لا ما انا ما كنتش عايزه اقول لك، ده هي اصلا اللي كانت بتبص لي، ده هي اللي كانت بتبعت لي، ده هي اللي كانت بتغمز لي. هنا الست لازم تتصرف بذكاء بقى. ايه بقى الذكاء؟ هنا الست لازم في مجتمع ذكوري، هنا الست لازم، لا في كذا راي تاني وفي كذا طريقه ممكن تتصرف بيها الست بشكل تاني، بس هي طبعا لازم تكون صريحه وواضحه مع جوزها، ولو جوزها ما خدش موقف يبقى هو مش راجل، ده موضوع تاني بقى. ما هي احنا وصلنا لمرحله هي بقى دي النقطه، ان انت بتبقي عايزه الطرف ممكن لو هي شايفه ان جوزها هيبقى سلبي ما تشوفش الناس دي تاني، تبعد عنه خلاص تتجنبهم. طب وليه لو هو حط رجله جنب رجلها تحت الترابيزه ما تقول له لو سمحت حاسب رجلك مثلا وليه خلص الموضوع مثلا، او بتقومي صح لو مش قادره تقومي، لا ما تقوميش في ساعتها، قولي له لو سمحت رجلك بس عشان مره واتنين، لا لو سمحت بس ما يعني قدام الناس افضحيه. بالظبط. ما انا اللي اكتشفته بقى ان الجديد انك لازم تفضحي، يعني من الحاجات ال هو احنا لازم القوية. نبقى يعني اجرأ شويه كلنا يعني لان ادام دي بقت سمه خلاص في المجتمع بتاعنا، يبقى احنا لازم يبقى في سمه قصادها ان احنا بقينا اجرأ كتير، فهنعرف نرد وهنعرف ناخد حقنا، فيبتدي الطرف التاني شويه يكش وياخد خطوه لورا لان هيلاقي ان كل الناس بتهاجمه، لكن لما كل الناس تبقى معاه وبتعديله وبتسكت خلاص. بس ده يعني الست المصريه مقهوره، يعني الستات والله بقى في وعي، اتقهرت بقى في وعي من كتر اللي حصل لها وهي الهجوم عليها، بقت يعني في حاله حزن فظيعه. تشوفي الستات ماشيه في الشارع مفزوعه، ست جسمها لازق في بعضه وهي اللي تبعد، المفروض الراجل اللي يبعد لها مش هي اللي تفضل تكش. رانيا بقى في وعي اكتر كتير من الاول، واحنا دلوقتي معانا فيلم تحرش انك ما تحترمش خصوصيات. التحرش هو ثقافة ملهوش علاقة باللبس. البنت اللي عايزة كده. المنقبة ساعات بتتعرض لتحرش، المحجبة بتتعرض لتحرش. هي لابسة كده فهي بتغريه. لا اتحرش. بنشوف أطفال صغيرة وبتعاكس سيدات كبار. أي واحدة بتلبس لبس ملفت بتستفز الواحد. مش من حقك إنك توجهي أي كلام. معاناة يومية تؤرق فتيات وسيدات مصر وتسبب لهن الكثير من المخاوف، التحرش. فالبعض يصفها بالوباء، والبعض يعتبرها عاراً في جبين مجتمع يصف نفسه بأنه متدين، فما سر هذا التناقض؟ الحقيقة مفهومي عن كلمة تحرش أنك تحاول أنك ما تحترمش خصوصياتي، أو أنك ما تحترمش مساحتي اللي انا محدداها لنفسي، سواء
في الشارع، في مواصلة عامة. ما هو قول أو فعل قد لا يشعر الآخر بالأمان. يعني الغزل يعتبر سباً في وضع معين، إذا تجاوز، إذا بدأ بمفاتئ المرأة، إذا تجاوز إلى عرض من العروض الجنسية. التحرش اللفظي يعني الواحد بيتعرض له، يمكن هو طبعاً بشكل أو بصورة متكررة أكتر من التحرش البدني أو التحرش الجسدي. التحرش بيتم دلوقتي في كل حتة. عايز أقولك في الشركات في ممكن تلاقي كتير مدير بيتحرش بموظفة بتشتغل معاه، لو الكلام على أصل هو الظروف بقت صعبة والناس مش متجوزة والكلام من ده، لا، التحرش بيتم من ناس كبيرة ومن ناس متجوزة. بنشوف أطفال صغيرة وبتعاكس سيدات كبار يعني، فالموضوع مش مقصور على فئة معينة. كأي واحدة بتلبس لبس ملفت، في بيبين جسمها، في ملابس شفافة، بتبقى حاجات ضيقة، الحاجات دي كلها يعني بتستفز الواحد. بتبقى محترمة وكل حاجة ولابسة عباية مثلا، ممكن تبقى لابسة حجاب، بس هي برضو بتبقى يعني شمال كذا ما بقوله يعني. ما زال في الوقت الحاضر يلقى باللوم على الضحية ولا يعاقب الجاني، فالبعض يلقي اللوم على ملابس المرأة. فما حال المرأة في فترة الستينيات داخل المجتمع المصري؟ هو بالنسبة للستينيات والسبعينيات في العهد اللي احنا ما عشناهوش، كان فيه أخلاق وقيم، كان فيه تهذيب، في أخلاق، في احترام للصغير بالكبير، كانوا بيلبسوا قصير وبيلبسوا عريان. كلنا أهالينا يعني عاصروا الفترة دي يعني، فلما بنشوف صور والدتي أو يعني أصحابها وكده يعني، فهم لابسين ميكرو جيب وميني جيب، يعني موضوع ده لو تشاف في الشارع دلوقتي بتلاقي كل الأنظار عليه، سواء راجل أو ست بتلاقيه بيبص يعني. الناس اللي بتقول هي لابسة كده فهي بتغري، طب فكرة اللوم على الضحية دي نفسي نتخلص منها. تحرش انك ما تحترمش خصوصيات. تحرش هو ثقافة ملهوش علاقة باللبس. البنت اللي عايزة كده. المنقبة ساعات بتتعرض لتحرش، المحجبة بتتعرض لتحرش. هي لابسة كده فهي بتغري. لا، اتحرش. بنشوف أطفال صغيرة وبتعاكس سيدات كبار. أي واحدة بتلبس لبس ملفت بتستفز الواحد. مش من حقك إنك توجه لي أي كلام. لازم يبتدوا. على فكرة فيلم امسك متحرش، فيلم تسجيلي قصير اللي عاملينه شباب عاديين جدا، احنا بنشكرهم طبعا على انهم اهتموا بموضوع زي ده وعملوا فيلم امسك تحرش. فعلا الفيلم حلو قوي وبين حاجات كتيرة. يعني بقولك شوفي سواء الميكروباص بيقولك ما هي يعني الناس اللي بيلبسوا كده بتلبس شفاف وبتلبس هي تستفز الناس، وبعدين لما قالت له ايام الستينات قال لها اصل كان في قيم ومبادئ. بالزبط. يعني هو الموضوع موضوع بالزبط. مرتبط برضو ان كان في قيم ومبادئ واخلاقيات كانت بتمنع الناس ان هم يعملوا كده. وشفاف فما تتحججش. وتالي يقولك اصل هي بتبقى محجبه ومنقبه بس شمال. انت منين قررت انها شمال؟ واحده محجبه او منقبه ماشيه في الشارع، انت ليه اديت لنفسك الحق ان انت تقرر انها شمال؟ انت مين؟ ايه خلفيتك؟ ايه تعليمك؟ مين عشان تقرر اذا كانت هي شمال ولا مش شمال؟ فالموضوع برضو تخيلوها ازاي، تعالوا نروح نشوف ارائهم في الشارع كانت عامله ازاي ونرجع تاني. من الشغل بالليل اصلا لوحدي، فطبيعي ان الواحد لازم يتاذي يعني، فانا بشيل دايما قطر في شنطتي وجهاز الكتريك لان انا بتعرض لاي معاكسات في بالليل وانا راجعه من الشغل، لان اصلا طول ما اصلا من المجتمع ما فيش اي حد بيحمينا، فطبيعي احنا لازم نحمي نفسينا يعني. انا شايف ان البنت اللي هي بتشيل سلاح هي بنت ب100 راجل، لان هي بتدافع عن نفسها، عشان الشارع المصري ما بقاش زي الاول. دلوقتي لو واحد مثلا ماشي ولقى واحده بتتعاكس او حد بيتحرش بيها بيخاف ان هو يخش مثلا لا يتعور لا يجاله اي حاجه، فانا وافقها جاي ان هي تشيل سلاح. اكيد بنشيل حاجه دي دفاع عن النفس، لان فعلا ما بقاش امان يعني، نشوف في الشارع دي اشكال كتير قوي، تحرش كتير قوي في اي مكان. اكيد يعني البنت لازم تشيل سلاح يعني، عشان مجتمعنا وصلنا ان احنا نعمل كده عشان تدافع عن نفسها. بيتهيالي كمان ان هو مش امان ليها هي، لان ممكن لو هي ماسكه اي حاجه هو ياخدها منها بسرعه
ويأذيها هي بيها. فكرت أشيل سلاح طبعا من الأحداث اللي بتحصل والمواقف اللي ممكن نشوفها من بعض الأولاد. أنا شايفة أن الزمن اللي احنا فيه حاليا دلوقتي لازم بنت تدافع عن نفسها بأي وسيلة، ممكن سلاح صغير مش لازم سلاح يعني مسدس، ممكن مطوة صغيرة تخوف بها اللي قدامها. أنا معايا مطوة صغيرة في شنطتي. من حقهم طبعا يشيلوا سلاح، دلوقتي الجو مبقاش فيه أمان قوي أكتر من الأول، فدي ابسط طريقه ان هي تعبر بيها عن خوفها. والله المفروض البنت ما تمسكش سلاح، لا دام في امن وامان يبقى البنت مش من حقها انها تشيل سلاح. رايي في البنت اللي بتشيل سلاح ان هي خايفه ومفيش حد بيحميها، فواجب ان هي تشيل سلاح. البنت اللي بتشيل سلاح دلوقتي ده حقها. انا واحده من الناس اللي حتى لو كليتي بتجبرني ان انا اشيل حاجه زي كده، لو مش عليا لازم يبقى معايا حاجه زي كده في الشنطه. هو تصرف خاطئ منها وما ينفعش تعمل كده، وبس ان العيب الاساسي يرجع للدوله. شفتوا وصلنا لدرجة ايه؟ شفتوا الستات في الشارع قد ايه عايزين يشيلوا سلاح؟ شفتوا البنت اللي معاها قطر؟ شفتوا الست اللي شايلة مطوة في شنطتها؟ بصوا المرحلة اللي وصلنا ليها. كم بنت قالت في التقرير انا شايلة سلاح في شنطتي، واه انا بشجع ان البنات تشيل سلاح عشان تدافع عن نفسها، والولاد ايدت وقالت اه من حقهم يدافعوا عن نفسهم لان هما بيشوفوا ايه اللي بيحصل. لكن للأسف محدش بقى يتدخل. ليه وصلنا؟ ما هو لو الناس اللي حواليها، لو في رجاله حواليها في الشارع وشافوا موقف زي ده بيحصل، التانيين هيبطلوا وهيخافوا لانه ممكن يخشوا في مشكله، فبقى بيه برضو في صمت مجتمعي ناحيه موضوع التحرش. طبعاً. بنسال ليه؟ طيب بس لو شفتي البنات مش ماسكين شاكوش، بس لا في حاجه معلش قطر. أنا لا الكتر حاجه يعني معلش يعني تتحاسب عليها قانون. لا لا خالص، المطوه هي المدام اللي كانت شايله مطوه ما شاء الله. الكتر بس ايه يعني، انا عايزه اقول حاجه، ده ردع، ده بيمنعه من القدوم، بيمنع ضد الاستخدام. يعني انا بقول له لو عملت كذا هيبقى في كذا، ففي ردع. يعني انا بقالي 10 شهور بشيله، ما حصليش تقريبا غير مره واحده عربيه وقفت لي وكانت شاكوش الناحيه دي، فانا بصيت له ورحت ماسكاه الناحيه دي وقلت له ده مش عشان يجي على دماغك، ده عشان ادغدغ لك العربيه. طلع يجري وقال لي انا عملت لك حاجه مش ايه. ده بيمنع. انا مش عايزه واحده تدخل في اشتباك مع واحد. ايوه انا مش عايزه على كده. لا طبعا انا مش عايزه تتهان. انا خايفه الموضوع ده ان انت بعد الحلقه يستنوكي عشان يجربوا الشيء. لا يعني بصي انا بصي حاجه من الاثنين، يا اما انا ارد كرامتي واعتباري وانا معيش مقهور، انا ما نمش دمعتي على خدي. طيب احنا معانا مشاهدين، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بنات البلد. ناس كتير جدا قبلي اتكلموا عن التحرش لدرجه ان احنا خلاص زهقنا منه، ايه انتوا برضو هتتكلموا عن التحرش؟ خلاص بقى قرفنا. بس هو فعلا موجود، وموجود كتير جدا، وبنات كتير محجبين ومنقبين ومحترمين ولابسين كويس والله، ومش لابسين وحش لدرجه ان احنا نستفز الشباب اللي حرام مش عارف يعمل ايه في الشارع، مش لاقي حاجه تانية يعملها غير ان هو يمشي يتحرش بالبنات اللي ماشيه في الشارع، لا بيها ولا عليها وما عملتلوش حاجه وما جاتش جنبه، خاصه في المواصلات، خاصه في الشوارع، لدرجه دلوقتي انها وصلت في الشغل. لو انت بتشتغلي في شركه او بتشتغلي في اي مكان وليكي مدير، فانت مضطره ان انت تبقي لطيفه ولذيذه مع المدير بتاعك، يا الا هيحطك في دماغه، ولو روحتي اشتكيتيه ممكن جدا انت اللي تترفدي في الاخر عشان انت مش محترمه وعشان انت مش لابسه كويس فاستفزيتي المدير بتاعك، وهو يا حرام هيعمل ايه. فالموضوع ده فعلا بقى مستفز جدا، وبقى موجود كتير جدا، وبقى ظاهره عندنا في مصر، لدرجه ان مصر يعني طبعا موضوع التحرش بالذات في الشارع ده بقى يضايق بنات كتير. تسجيلي عن الموضوع ده، البنات بتحس بايه؟ الولاد بتعمل كده ليه؟ تعالوا نروح نشوف الفيلم التسجيلي ده عن التحرش ونرجع مره ثانيه. بجد مستفز يعني جدا. بس هل ان انا امسك شاكوش حل؟ اه مؤقتا، عبال ما الحكومه الفاشله دي تعمل لنا اي قانون او تعمل لنا اي حاجه تخلينا نعرف نعيش في امان. لان في على لسان ضابط قال لي احنا بنقبض ساعات على المتحرشين، بنوديهم النيابه، بيطلعوا من سرايا النيابه، سرايا النيابه ده يعني الدلع، يعني ما بيرجعهمش الاسم تاني، بيطلعوهم باي باي من سرايا النيابه وبلا كفاله. من غير كفاله، يعني انت لو كحيتي هيدوكي هتطلعي ب 10,000 جنيه دلوقتي. طب لو طفل، ما في اطفال فعلا بتمشي تلاقيهم عاملين زفه حواليك، يتضرب بس بايدك مش بالشاكوش، يعني تمسكيه تضربيه. اه طبعا، انا في عيل 5 سنين جه لمسني من ظهري ومش عارف ايه، خدته ضربته على هانشو. ما بالنسبه لك طفل. ايوه ما بس لازم يتعاقب. ومامته جت
كنت رايحه الناس يعني في منطقه شعبيه وحاره وكده، مامته قالت لي انت بتضربي لي وبتاع، قلت لها ابنك قال كذا كذا ومش متربي، فقالت مين قال لك تعمل كده، فقال لها الشباب اللي على الناصيه دول، فراحت قال على الشبشب وراهم. ما هو انا املي في الستات، انا مش هحس بالامان الا لو شفت شاكوش في ايد كل واحده في الشارع. البنات بقت تنزل تخاف يعني، حتى تخاف تنزل في العيد يعني، ايام العيد بالنسبه لنا يعني سيبك العيد ده كبير علي لسه قدامنا شويه، بس دلوقتي احنا محتاجين ضابطات شرطه ووكيلات نيابه وقاضيات لقضايا المراه. طب انت الموضوع بتاعك صراحه هو اثار جدل عندنا كبير جدا، فنزلنا سالنا البنات في الشارع اذا كان ممكن تقدري تشيلي سلاح ولا لا، ونشوف راي الشباب كمان لو شافوا بنت شايله سلاح هيقولوا عليها ايه. او محمد على التليفون، تعالوا نشوف محمد عايز يقول ايه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اتفضل. دلوقتي لازم كل فعل يكون له رد فعل. اه مش سامع معلش، ممكن تعلي صوتك شويه يا محمد؟ دلوقتي لازم كل فعل ليه رد فعل، يكون له رد فعل. اه يعني البنت اللي تتعرض لكده وتسكت، انا لو ولد ماشي في الشارع وشفت بنت واحد بيعاكسها وساكته يبقى هي عاوزه تعاكس، لكن لو كلمت كلمه او بصيت له بصه غريبه انا من دوري ان انا اقف اعمل حد. اكيد مظبوط. في واحده تكون ماشيه مع جوزها او مع اخوها او مع خطيبها وتتعرض للتحرش وتسكت عشان ما تعملش مشكله. لا مش هو بس اللي هيقع في مشكله، لا ده الناس اللي حواليه كلهم هيقفوا معاه. مظبوط. ولو حصلت مره واثنين وثلاثه اكيد المجتمع بتاعنا هيتصلح. بنشكرك بنشكرك جدا يا محمد، وصلت وجهه نظرك صح. يبقى صح البنت لما تتعاكس ما تسكتش. بتسكتي ليه؟ قولي انا ده موقف مضايقني، انا متضايقه. هي بتشعر بالذنب، بتشعر بالدونيه ان هي الذنب عليها، وان المجتمع على فكره يعني الاستاذ طبعا كلام مهم جدا، بس الواقع ان الناس ما بتقفش معاكي. طيب لا بس في معانا مي، تعالوا ناخد مي كمان الاول. الو مي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله تمام. معلش انا مش متابعه البرنامج من الاول، بس انا عندي مشاركه بسيطه كده. قوليها حبيبتي. تمام. احنا برضو لحد دلوقتي مش بنناقش موضوع التحرش بواقعيه. تمام. انا من تاني يوم العيد تقريبا الموضوع في دماغي، لان انا نزلت الشارع. تمام. الاستاذ اللي كان بيقول البنت اللي بتسكت بتبقى عايزه تتعاكس، لا هو الولد مثلا لما يكون ماشي موتوسيكل او بعجله ويخبط ويطلع يجري، المفروض من البنت تعمل ايه؟ تشتمه ولا تجري وراه؟ المفروض انها تعمل ايه؟ واللي بيقول تشيل سلاح، طب هتشيل سلاح هتعمل بيه ايه؟ هتقتله مثلا ولا هتخبطه بحاجه؟ طب ما هو راكب حاجه وطلع يجري. المفروض تعمل ايه؟ انا هي رانيا هنا بتقول ان هي مش عايزاكي تستخدمي السلاح، هو بس بتشيلي الشاكوش. انا بتكلم على الاستاذ اللي بيقول ان الكل فعل رد فعل والبنت، ولازم لو سكتت يبقى هي عايزه ايه؟ انا مش فاهمه عايزه ايه؟ عايزه مثلا حد يخبطها ولا يلمسها، ولا هي عايزه ايه؟ هي بتبقى مرعوبه طبعا. هو لازم يعني يحط في دماغه ان في كمان بنات بتبقى خايفه. كل اللي بقدر اعمله اي بنت بتقدر تعمله، بس لما تتحطي في موقف ممكن تقولي فيه، لو شايفه مثلا في مجموعه ولاد واقفه تستنجدي بيهم. بيبقوا واقفين بيتفرجوا، واللي غظني وحرق قلبي انه ماشي موتوسيكل بيخبط ومش بيجري، لا ما بيجريش، بيتمشى بالموتوسيكل، مش خايف وطلع عشان عارف ان كل بنت حاله من الاستهتار بالمراه يعني. مشاع، احنا مشاع، اي حد يجي يلطش، لو قلعوكي هدومك سوري يعني في الشارع، هتلاقي المجتمع ماشي برضو يعني قللت الادب، طلعت عريانه في الاخر. يعني ممكن يقول ايه ده، دي مش لابسه هدوم تحت الجلد، مش ممكن يعني. فحاله العته اللي وصلنا له عشان ده عته، احنا لازم نوقفه. وعدد الرجاله يعني، هو الرجاله وفي ذكور وفي بوبي كلاب، ف احنا انا ما اعرفش اللي جاي لي ده راجل ولا ذكر ولا كلب، انا مش عرفني. بس اللي انا عارفاه ان ما حدش هيقف معايا غير الست اللي زيي، انا لا اثق الا في المراه. لا لسه ما زال في رجاله في الشوارع، ما زال في رجاله، المفروض ان احنا بنامل بده، ولازم نكون دايما متفائلين. هو شفت تحرش، هي الرجاله الوحيدين جماعه الرجاله. لا والله، والرجاله اللي عاملين الفيلم ده مثلا، والولد اللي طلع، دول شفت تحرش؟ لا مش شفت تحرش. الفيلم الاولاني شفت تحرش؟ لا لا. يعني في شباب عاملينه لوحدهم اهو، واولاد طالعين يتكلموا فيه، وفي في ناس كويسه، فده احنا بنامل ان هو يكون موجود. بس احنا بنعمل طبعا، احنا هنختم الفقره دي، وفي علامات استفهام لسه موجوده كتير جدا عن موضوع التحرش، بس احنا بنستعين وبنستغيث بالرجاله اللي موجوده في الشوارع. ساعدونا، اما تشوفوا موقف زي ده ما تسكتوش، ساعدوا البنت اللي ماشيه. لو سكتت مش معناها انها موافقه على اللي بيحصل لها، ممكن تكون ضعيفه مش عارفه تعمل حاجه. البنات كمان نبقى عينينا على بعض،
بعض، نساعد بعض، ما نسكتش اما يحصل موقف مع جوزي، مع خطيبي، مع 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 عيلتي وانا ماشيه، ما اسكتش، اقول انا حصل معايا كذا وده مضايقني، عشان يكون في رد فعل يرضيها. بس الحكومه يعني الحكومه دي قاعده كده ترزان، معلش احنا مش هنتكلم عن الحكومه يعني النهارده، بس احنا بنامل ان هو في احنا في وضع جديد وداخلين على حياه جديده وداخلين على الناس المفروض هيمسكوا جداد، فاحنا طبعا اكيد بنامل ان هم يحطوا الموضوع ده في دماغهم، ومين عارف ممكن ده يحصل فعلا. انا بشكركم جدا، نورتوني النهارده. اكيد رانيا رفعت صاحبه فكره ارجوكم وشيرين مكي، انا بشكرك جدا نورتوني النهارده، يا رب نكون فدناكم بالحلقه، وكفايه ان احنا حتى بس لو بنتكلم بنفضي وبندردش مع بعض برضو بنفضي افكار كانت في دماغنا، بس احنا اكيد استفدنا منكم النهارده وبشكركم جدا. لسه مكملين مع بعض، هنكمل معايا الفقره الجايه، فقره غريبه شويه، ازاي اخس عن طريق البرج بتاعي. هل لو انا مثلا برج الحمل او برج الجدي او برج الثور ممكن اخس عن طريق البرج بتاعي؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد الفاصل استنونا. اوعوا تروحوا في اي حته. عندها برج العذراء، برج الثور، برج الجدي، اعرف اخس عن طريق البرج بتاعي؟ احنا استغربنا شويه ما سمعنا الموضوع ده فحبينا نعرف عنه اكتر، اكيد من الدكتور عادل عبد المنعم استشاري السمنه والطب البديل. اهلا بيك. يا اهلا بيك. اهلا ازاي بقى يعني؟ تعالي نقول. يعني هم قالوا لي قلت لهم ازاي يعني؟ ازاي احنا سبب دراستي لعلم الفلك هو حاجه عندنا في الطب البديل اسمها كيرو ريلاكسو. اسمها ايه؟ كيرو ريلاكسو. كيلو كيرو. 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 ده ريلاكس. لعلاج الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية. أيوة. اي مريض سمنة او نحافة هو اصلا عنده مشكلة نفسية. نتيجة شكله، نتيجة وزنه، نتيجة انه عمل مشروع مرة واثنين وثلاثة واربعة وفشل. فبتجيلي اصلا منهارة نفسيا. اتنين، جزئية مهمة قوي، هي بتخس علشان عندها فستان هتتجوز بعد شهرين. لا، بتخس عشان جوزها بدأ ينبط بالكلام، فبدأت دي عاملة لها مشكلة فعايزة تخس بأسرع وقت ممكن. إذن مريض السمنة هو لديه مشكلة نفسية تؤدي إلى فشل مشروع السمنة من أصله. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل برج له سمات. السمات شخصية تؤدي إلى فشله في الرجيم، وسمات شخصية تؤدي إلى نجاحه في الرجيم. الجزء التالت، كل برج له دماغ في الأكل. له سمات في يعني برج العذراء بيحب أكل إيه؟ الشوكولاتة، البسكوت، البيبسي، الشيب، الحاجات الإيه الزغنطوطة دي اللي فيها سكريات دائماً. يعني هو ممكن لا، هو ممكن المقرمشات عامه، النواشف، سميها زي ما تسميها، انما المنتج الغذائي بالنسبه لي هو في الاخر نشويات وسكريات. المنتج اللي في الاخر. ده واحد. اتنين، كان في تجربه حاجه قديمه واحنا بنشتغل، واحد مثلا عملت طلعت ورقه رجيم، فتلاقي واحده تاخدها وتقول الله الرجيم ده حلو قوي، واحده تانية تقول ايه القرف ده، ما ينفعش. ليه؟ لان كل برج له سمه من السمات. اوكي. فانا دخلت ما درسته في علم الفلك على السمنه، وبدات اتعامل فاضفت للموضوع موضوع. يعني بتحط للبنات رجيم كل واحده على اساس البرج بتاعها، على اساس البرج. تعرف انت برج ايه الاول؟ صباح الخير. انت برج ايه؟ انا برج كذا، يبقى ده الرجيم. هو بتاعي. اول سؤال اسمك ايه؟ برج تاني إيه؟ سؤال وزنك ايه؟ طولك ايه؟ ثالث سؤال هو برجك ايه؟ طب استني، يعني انت بتعمل بالابراج للمرحله بالأبراج. دي ده لا، انا عن نفسي شخصيا بحب الابراج وبطبقها على الناس، بحس انها فعلا مظبوطه كتير من اللي مكتوب، هي بنسبه 80%. طيب يعني انت بتعرف الاول برج ايه وبعد كده تديها الدايت؟ بالظبط. طب يا جماعه دي بعد كده فقره معانا، كلمونا نعرف برجكم ايه وعلى حسب البرج هنقول لكم الدايت بتاعكم. طيب نبتدي بالابراج. طبعا احنا مش هنلحق نخلصها النهارده فهنكملها مره تانية ان شاء الله، بس تعالى نبتدي ببرج الحمل. برج الحمل، برج الحمل ده من الابراج القويه جدا في التخسيس، بس سيئه جدا في التثبيت. بمعنى هو شخصيه انطباعيه، فلو حد قال له لا انت خسيتي وانت كده حلوه وكفايه كده، هتصدق انها تتوقف عن المشروع ده. برج ودني يعني. انطباعي يعني. انطباعي. فهو جيد جدا في التخسيس، سيء جدا في التثبيت. صاحب وجبتين، صاحب وجبتين، ما ياخدش رجيم فيه ثلاث وجبات. ده حقيقي على فكره. يعني انا اختي حمل وهي فعلا كده، وجبه او وجبتين في اليوم بالظبط كده. خلاص، وجبتين. وجبة الرئيسية هي يا غدا متأخر يا عشاء.
ايوه صح، يا غدا متاخر يا عشاء، اوكي صح. الفطار ممكن اه وممكن لا، صح والله، خلاص، وان كان فيبقى متاخر، اوكي. ده برج الايه، الحمل، فبنديله دايت على اساس ده. محتاج مع ريجيمه كويس لتكوينه العضلي كويس، راس مشي مش رياضه، بس الحاجتين دول يا ده يا ده، دول يعملوا معاه نتائج ايه رائعه. اتنين، لان الصبر ما عداش على بيتهم اصلا فمحتاج نتائج سريعه جدا خلال اول اسبوعين، صح، اول ايه اسبوعين. نخش على برج الطور. لا استنى ناخد سوزان الاول. طب ناخد سوزان. الو 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 سوزان. ايوه ازي حضرتك، ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، اتفضلي. انا من اشد المعجبين بيكي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، ودايما كنت على اتصال بيكي ايام الدكتوره الاحمدي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا حبيبتي. افتكرتيني؟ اه طبعا فاكراكي، وما اقدرش انساكي. ربنا يخليكي. كنت حبيبتي. عايز اسال الدكتور، انا برج الجدي. الجدي اللي مطلوب مني وانا. طب خليكي معانا يا سوزان. برج الجدي، برج الجدي يحب يلقط، يحب ايه؟ يلقط. فلما يقعد ياكل، ياكل حاجه كميه قليله قوي، فالناس تقول يا عيني بيتخن من ايه؟ هو بس بعد ساعه ولا ساعتين هتدخل المطبخ تجيب نفس الطبق وتحط فيه حاجه تانية مختلفه. خلاص؟ فهي تحب ايه؟ تنقنق. فعشان كده برج الجدي ورقه الرجيم بتاعته ما ينفعش اديها فطار غدا عشاء كميات كبيره. لا، لازم تبقى خمس ست وجبات بس كميات ايه؟ صغيرة. ده برج الجدي، عشان هو يحب كل شويه ياكل حاجه. بالظبط كده، ما احطلوش خضار على قد ما اقدر، ولو حطيت له خضار ممكن احط له كوسه، غير كده ما احطلوش. يعني برج الجدي ياخد وجبات صغيره كل شويه. كل شويه. ده برج الجدي يحب ايه؟ يلقط. انا اقول يلقط، فندي له رجيم يلقط فيه خمس ست ايه وجبات. ايوه ده برج الجدي. طيب معانا تليفونات تاني، معانا تليفون. الو الو، ايوه مين؟ السلام عليكم، معاكي مدام محاسن. مدام محاسن، ازيك يا مدام محاسن؟ الله يسلمك. اولا انت شكلي ان انت عكرم تمام، محدش قال لي قلبي ربنا يخليك. نانسي عجرم المصريه، احنا كلنا بنحب نانسي عجرم، مفيش حد ما بيحبهاش يعني، هي جميله وفنانه جميله حبيبتي، ربنا يخليك. الله يخليك. كنت عايزه اسال لو سمحتي، انا برج السرطان، ايه الرجيم اللي بيناسبني؟ طيب خلاص ماشي ماشي يا ماما حسن، هنسألك حالا. برج السرطان. برج السرطان ده الستات هيحبوك قوي. برج السرطان ده برج عاطفي رومانسي، ايوه، حساس جدا، شكله خرافي. لا وعندهم كمان ايماجينيشن عالي قوي، بيتخيلوا وعايشين في حته ثانيه. بالظبط. ده واحد، هي دكتوره بطبعها، بتتولد بالدكتوره، المعلومات الطبيه اللي بتسمعها في التلفزيون تدخل ما بتطلعش، عشان كده الدكتور لما يبقى سرطان بيبقى رائع، هو دكتور بطبعه. بتروح للدكتور كويس، هي صاحبه 10 15 تجربه سابقه زائد المعلومات، فتبدا تخبط مع الدكتور بالمعلومات اللي عندها والمعلومات اللي ايه. برج السرطان من اصحاب الليل، وجبته الرئيسيه هي ليليه، عشان كده دايما نخلي غدا عشاء وعشاء غدا، يعني الوجبه الرئيسيه تبقى في العشاء، لان هو ما بيجوعش غير بالليل طول النهار. قال ايه بس بالليل رجيم. مش هيعمل بعديها مجهود فمش هتخس. ما هي دي جزء من اللي بيخليها ما بتتخسش. انما هو اصلا طبيعته سهير، يعني هو لو ما عندهاش شغل الصبح بدري، هي من النوع اللي بيسهر كويس قوي. احلى دماغ ممكن تاخديها من السرطان بالليل، ما تاخديش منه حاجه الصبح. يعني مثلا تقعد طول اليوم ما تاكلهاش قوي وتديها وجبتها الرئيسيه بالليل؟ تشرب مشروبات، اديها مشروبات هي استاذه فيها طول اليوم. وبالذات بقى لو شاي بلبن او نسكافيه، والشاي باللبن والنسكافيه دي من الاساسيات اللي بتخرب اي رجيم ممكن نعمله. طيب تمام. معانا كمان تليفون. الو الو الو، ايوه مين؟ مع حضرتك بسمه من اسكندريه. ازيك يا بسمه، عامله ايه؟ الو بسمه. طب معلش حبيبتي، التليفون تقريبا حصل فيه مشكله والوقت كمان عندنا قرب يخلص. ايوه، بس انا بما ان جات لنا تليفونات كتير جدا، كل الناس عايزه تعرف الدايت اللي ليه على برجها، الحلقه الجايه احنا هنكملها ان شاء الله. الابراج والتخسيس الحلقه الجايه ان شاء الله يوم الخميس الجاي، وعد ان شاء الله. هنبقى مع بعض وهنشوف الابراج كلها، كل برج يليق معاه دايت شكله عامل ازاي، ونتكلم كمان عن الدايت شويه اكتر بالتفصيل عشان هم يكتبوا ورانا ويعرفوا ايه اللي هيليق معاهم باذن الله.
انا مبسوطه جدا ان انت كنت موجود معايا النهارده، بس انا عايزه بس بعد الحلقه بقى انا هعرف البرج بتاعي الدايت بتاعه ايه. بنشكرك جدا، نورتنا النهارده دكتور عادل عبد المنعم استشاري السمنه والطب البديل والابراج. نشكرك، نورتنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي فقط وحصريا في بنات البلد على تلفزيون حياه 2. سلام.